انا طيبت الخبز ديالي، الكوكلينات ديالي راه خشيتهم في الفران اللي عمرت معاكم قبيله، وردت البطاطا شرملتها غنحشيها حتى هي في الفران. المخيمرات عمرتهم، انا عمرتهم غير بالكفيته والفرماج، ما درت فيهم لا خضيره لا والو اليوم. والخبيز دابا خرجته، دابا غنقاد البطاطا ان شاء الله نديرها في الطاوه حتى هي طيب. درت ليها شويه ديال الهريسه راموطارد وشويه ديال التحميره باش تعطي اللون، وشويه ديال هذاك سميتو ديال سميتو بحال السميده ديال باش تعطي هذيك التقرميشه. هو هادشي اللي كاين، وانتم معايا تنسالي ان شاء الله كلشي وندير لكم الاخر ديال سميتو طيطيبوا هذوك الكوكلينات ونخرجهم ونوري لكم كيفاش. دابا راه باقيين خشيتهم في الفران. هنا دابا الشكل النهائي ديال الكوكلينات، هما طيبتهم غير هكاك حرفي ما سوقتهم ما والو، ودرت معاهم البطيطه هي هذه باش ندوزوهم، وخبيز وهاد المخيمرات معمرين. وغير الفران نعني ورا فيه راه كيشدوهم الطياب، ماشي بحال الدجاج الاخر دايره على 300 حراره ودايره الفوق والتحت. واللي عنده الفران ودوزو الساعه ديال الطياب، اللي عنده الفران ديال الغاز غيشدو حتى ساعه ونص. انا الفران راه دايره 300 حراره حيت هما ما كيطيبوش دغيا بحال الدجاج الاخر. الدجاج الاخر دغيا كيطيب، هما هاد الكوكلينات كيشدو شويه الطياب. هادشي اللي كاين، وكنتمنى لكم الخير والسعاده، ودخلوا اللي عجبكم ما سميتو ودخلوا عندي وما تبخلوش عليا، وتبارك الله عليكم وبالسلامه عليكم، عواشركم مبروكه.